أسرة فقيرة تحل لهم الصدقة وأمهم من الذين لا تحل لهم الصدقة، فماذا تفعل هذه الأم؟ أسرة إيش؟ يقول أسرة فقيرة تحل لهم الصدقة. نعم. وأمهم من الذين لا تحل لهم الصدقة، ماذا تفعل هذه الأم؟ هل تأكل من طعام الصدقة والزكاة الذي يرسل إليهم من الناس؟ إذا كانت لا تحل لها الصدقة من جهة النسب لكونها من بني هاشم، كونها من بني هاشم، فإنها لا تأكل من الصدقة، لكن تضع نصيبها من النفقة مع أولادها، تضع نصيبها من النفقة مع أولادها، ما فيه بانع من المشاركة أن تضع، أما أنها تأكل من ولا تضع فيه شيء هذا لا يحل لها. نعم.